يحملون على عاتقهم أغلى أمانة، صواريخهم دائما مستعدة لفرض الإرادة وحسم الانتصار. اللواء قوات مسلحة بالمعاش دكتور عاصم شمس الدين عبد الحافظ محمد، الدفعة 47,000. الدفعة دي اتخرجت في فبراير 25 فبراير 1965 من الكلية الحربية. الكارثة كانت كبيرة، المصيبة كانت ضخمة، اكتشاف الأخطاء كان فجائي والثمن كان كبير جدا جدا، فابتدت القصة تحتاج مراجعات. المراجعات دي كانت مراجعات حتمية ضرورية جدا جدا ولابد منها، لا تترك. فبدأ التفكير في كل المحاور للارتقاء بمستوى السلاح، بحيث واضح طبعا ان احنا كلنا عارفين كعسكريين ان الجيش الاسرائيلي بيرتكز اساسا في تنفيذ مهامه على القوات الجوية والمدرعات، هم الايدين الطولة بتوعه في انجاح العمليات بتاعته، وبالذات بتأتي في المقدمة القوات الجوية. بيستخدم القوات الجوية في ضرب الأهداف الحيوية، في ضرب القواعد الجوية، بيستخدمها في تقديم المعاونة الأرضية للقوات البرية، بحيث معارك كثيرة بتحسم. اللي يخش في تفاصيل حرب 67 معارك البرية غير موضوع انسحاب القوات وانهيار القيادة وكل المعلوم ده، حتى في المواجهات اللي تمت اللي فيها يعني قوة في المواجهة انتهت بحسمت من الجو بواسطة الطيران الإسرائيلي. ده معركة الكيلو 114 واللواء المدرع وكل القصص اللي زملائنا من العسكريين في الأسلحة الأخرى يعرفوه تفصيلا، كل ده حسم من الجو وليس من الأرض. ده منهج إسرائيلي. حتى في بعد كده في حرب الاستنزاف 73 بتلاقي إسرائيل بترتكز ارتكاز كبير جدا في إنجاح تنفيذ المهام البرية على الأرض وحتى في البحر كمان على القوة الجوية. في حرب 67 اكتشفنا كل الحاجات دي، بدأت المراجعات، بدأ التفكير في إعادة التنظيم، في إعادة التدريب، موضوعات التدريب إيه هي، في إعادة التسليح، في أشياء تفاصيلها كثيرة جدا جدا. بالنسبة لسلاح الدفاع الجوي، تم إنشاء قوات الدفاع الجوي مع إدراك القيادة إن في موضوع التنظيم إن التنظيم خطأ، فلابد من لم القوات الجوية فيما يخص الجزء بتاع الاعتراض الجوي مع الدفاع الجوي في مراكز قيادة مشتركة وتنظيم شبكة إنذار قوية جدا تحقق الكشف الراداري على كل الارتفاعات وفي مسرح العمليات بكامل وكل الأهداف اللي موجودة في مصر، لأن الدفاع الجوي ومعاه القوات الجوية الجزء بتاع الاعتراض الجوي بيبقى مهامه مرتكزة أساسا على الدفاع عن الأهداف الحيوية والجيوش التشكيلات البرية والجيوش الميدانية والقواعد البحرية وكل ما هو على أرض مصر اللي هو ممكن توجه ليه هجمات جوية. دي مسؤولية الايه؟ مسؤولية الدفاع الجوي والقوات الجوية في جزء الاعتراض. شبكة الانذار تم تطويرها بشكل كبير جدا جدا من ناحية المعدات، عدد المعدات ده اهم حاجة، لان كانت الاعداد كانت قليلة ساعتها، وكان الموقع تلاقي فيه ايه؟ كان ساعتها سرايا، كانت تشكيلات سرايا ما فيهاش افواج وما فيهاش لواءات انذار، يعني تنظيم سرايا سرية رقم كذا فدي كذا، وكان بالاساس يبقى فيها جهاز بتاع قياس الارتفاع اللي هو البي 10 في وقتها، ومعاه جهاز بي 35 بي 30 ساعتها مش 35، والاثنين دولت كانوا واحد منهم يقيس الارتفاع وواحد يقيس ايه يكشف كشف رادار عادي. الاثنين دولت بيعتبروا هي المعلومه الاساسيه للمقاتلات، وعشان كده كانت تبعيه للايه للقوات الجويه، وكان في قائد دفاع جوي داخل القوات الجويه، مش قائد دفاع جوي سلاح، لا يعني فرع اسمه الدفاع الجوي داخل القوات الجويه. المنظومه دي ما كانتش تخدم على المدفعيات ولا الصواريخ المضاد.
كل ده اتجمع في مراكز قياده، في مراكز قياده مشتركه بيننا وبين القوات الجويه عشان المعلومه تنزل الاثنين ويبقى القرار مشترك مين اللي هيشتبك المقاتلات ولا الدفاع الجوي ولا كذا ولا كذا. المعلومات نازله قدام الكل على موقف، على خرائط بلاستيكيه بيتم التوقيع عليها، الموقف عام وموقف خاص. وبعدين في نفس الوقت تم تطوير شبكه الانذار من ناحيه الاتصالات اللاسلكيه، لان الشبكه كان فيها قصور، فتم تدعيم الشبكه بحيث ان الانذار بالاهداف ديت يتم التبليغ من قراء الشاشه، وتم اعاده تنظيم المستويات. يعني السرايا دي في تتبع كتيبه، الكتيبه تتبع ايه، كان في افواج مرحليا كده، وبعدين فوق يتبع ايه لواءات. بعد كده عملوا اللواءات، اللواء الخامس انذار، اللواء مش عارف ايه الانذار بالشكل ده. في الاخر بقيت منظومه انذار، منظومه متكامله بشكل غير عادي. كل معلوماتها بالاضافه لانها الشبكه بقت ضخمه جدا بتغطي كل مصر تقريبا على كافة الارتفاعات، وفي كل الأوقات بتشتغل 24 ساعة ملهاش يعني إيه. الموقع ما بقاش بقى فيه جهازين، لا الموقع راح بقى فيه 6 و7 أجهزة متنوعين، واثنين من نفس النوع يبدلوا بعض وهكذا، يبقى النوع موجود دبل كده مزدوج وهكذا، البي 11 2 بالشكل ده، بحيث ان انت المحطه ديت او الموقع ده في عمل متصل 24 ساعه. انا لا يفوتني، يعني احنا في الحرب الحديثه هي حرب اسلحه مشترك، حرب الاسلحه المشتركه ديت كله بيشترك في تنفيذ المهمه الاستراتيجيه والتعبويه للقوات المسلحه. في اسلحه يعني ما بيطلعش منها نيران، مش اسلحه بتضرب نيران لا، لكن لو غابت الاسلحه دي لانهارت القوات المسلحه. العمل في صمت، المهمه صامته لكنها قويه ومؤثره وفاعله. وحدات رادار الانذار، وحدات تخيل ما بتضربش نيران، دي محطات رادار بتكشف الجو، لكن في الاخر المنظومه لا تكتمل. في الاخر بتطلع النيران من كتيب الصواريخ، من مدفع، من جهاز بالشكل ده، لكن في الاخر بدون منظومه الانذار ديت ايه، مفيش عمل سيؤدى ولا مهمه ستنفذ. اللي حصل بعد كده ان اتضبطت المنظومه ديت، اتضبط التشغيل بتاعها، اتغيرت مواقعها من قيعان الوديان الى قمم الجبال والى حسابات كده تفصيليه لا تخص المشاهد، لكن في الاخر ايه بقي في تكامل في الحقول الراداريه بتاعه وحدات الرادار والانذار. دي خلت كل مراكز القياده مراكز مبصره كانت عامية قبل كده. المراكز المبصرة دي انت يعني مهمة المعلومات في كل الأسلحة، كل أفرع قوات مسلحة، بدون معلومة عن العدو انت مش هتشتبك ولا تنفذ مهمة، وفي الآخر هتضيع ذخيرك وهتضيع كل حاجة، ويبقى ايه تضييع لكل شيء، للوقت ولكل حاجة ولمجهود الرجال وبتاع. فالمنظومة الرادار والإنذار ديت هي كانت العين المبصرة لوحدات الدفاع الجوي. الشق الثاني الاستطلاع. استطلاع الدفاع الجوي، أنا يعني أنحاز إلى الاستطلاع الدفاع الجوي لأني أنا ضابط استطلاع دفاع جوي. كان في قبل حرب 67 جهل شديد جدا بالعدو. لو انت كان عندنا امتحانات اسمها امتحانات التوقي للضباط، فكان ايه يسأل الضابط التوقي من ملازم اول النقيب مش عن النقيب لرائد وحاجات بالشكل ده. كانت لما في الشق بتاع العدو عموما بري او جوي او تلاقي المعلومات مش قويه، ضعيفه جدا جدا. القراءه ما كانتش محور قوي للثقافه العسكريه، يعني الا عند بعض القله يعني بتاع ان المعلومات تدفقت بعد حرب 67 عن العدو الجوي. ما يخصنا في هذا الحديث هو العدو الجوي، يعني بنتكلم عن الدفاع الجوي. ففجاه التدفق الشديد جدا من اداره المعلومات في المخابرات الحربيه، وهي بتجمع بوسائلها الخاصه ومن مصادر كذا وكذا، يعني قصه كبيره جدا اتكلم فيها ضباط المخابرات فرع المعلومات.
احنا في الاخر احنا المستفيدين. انا كنت رئيس في حرب 73، كنت رئيس طلع اللي هو 91 صواريخ بيدافع عن قاعده جويه. الحجم انا كنت قبل ما ابقى في الاستطلاع، انا اتنقلت الاستطلاع لواء لظروف معينه كده، اني رئيس استطلاع لواء راح المخابرات، وكنت انا عاشق للقراءه عن العدو الجوي الاسرائيلي من مصادر علنيه اجنبيه. كان مجله اسمها ميليتري ريفيو، المجله دي كنت مشترك فيها، كانت بتجيني من بره، هي كانت في وقتها بتطلع كل 3 أو 4 أعداد في السنه، لكن كانت بالنسبه لنا كانت كنز كبير جدا، فيها صور، فيها كتابات عن موضوعات عن الطيران ودبابات وكل الافرع بتاع والاسلحه الغربيه عموما، يعني ما كانش يعني اسرائيل دي مجله عالميه معروفه يعني. ففي الاخر انت ايه، المشهد الثقافي العسكري من وسائل علنيه كان موجود، وكنت بعمل لوح كده في الكتيبه وبتاع، وكنت ساعتها قائد سريه رادار انذار، اسف، رادار توجيه في كتيبه صواريخ، كتيبه 440، فاعمل لوا على الحيطان وعرف الطيران العساكر والضباط كمان الطيران الاسرائيلي هو كذا وكذا 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 وبتاع. فاول ما انتقل النقيب اللي كان ماسكه يطلع اللوا للمخابرات الحربيه كنت معروف وانا في كتيبه، فراح قائد اللوا قال ده يجي عندنا يمسك مكانه في الاستطلاع. رحت فعلا رئيس الاستطلاع، بدات نقيب وبقى دخلت الحرب بقالي سنه، حرب 73. اللي حصل ايه؟ ان حجم المعلومات اللي كان متدفق عن الطيران الاسرائيلي من اداره المخابرات الحربيه فرع المعلومات كان كبير جدا جدا، فبدات المحاضرات التثقيفيه للضباط. ليه؟ انت رئيس طلع لواء، فبتروح ناشر كل المعلومات وتعلق كمان عليها وتربط الايه؟ وبتربط المعلومات دي بطرق الاشتباك، يعني هي مش عمليه بتروح حادف كده وبس، لا، وتنصح لان انا جاي من كتائب صواريخ، فايه التفاعلات دي اتصور والله اعلم انها كانت مفيده جدا في الحيز بتاعي اللي انا بتكلم عليه، اللواء بتاعي. المحاضرات كانت مستمره، وكان قائد اللواء ساعتها الله يرحمه يحسن اليه العميد زكريا دسوقي خطاب، وكان قبله العميد السيد حمدي اللي اصبح قائد قوات الدفاع الجوي بعد كده، وكان رئيس اركان اللواء المقدم برتب وقتها طبعا مصطفى عيد اللي بعد كده يعني كان قائد الفرقه الثامنه والملحق الحربي المصري في امريكا، ويعني الناس دي كلها، وهو السيد الفريق العميد السيد حمدي اصبح الفريق السيد حمدي قائد قوات الدفاع الجوي، ورشحني نتيجه انه قدر يعني عارف التاريخ يعني، فرشحني اليوران يعني سنه 82 وهو قائد السلاح. المحاضرات كانت مستمره، يجيبوا قاده الكتائب في قياده اللواء وتتقال محاضرة مثلا على الفانتوم F4E، محاضرة عن السكاي هوك، محاضرة عن الأساليب التأمين القتال الجوي للطيران الإسرائيلي مع الإعاقة الإيجابية الإعاقة السلبية كذا كذا كذا، كل أشكال التدخلات اللي بتتم وهكذا، أساليب الاقتراب بتاعت الطيران الإسرائيلي، أسلوبه في الاقتراب شكله بروفايل اللي هو الفلاينج أو الفلايت بروفايل بيتم إزاي وهكذا، بيبدأ المطار على ارتفاع كذا كذا، تهيئ الهجمات الجوية والضربات الجوية بتتم إزاي وهكذا، كل الأفكار ديت اللي كانت متدفقة جدا من سكتين، فرع المعلومات بتاع المخابرات الحربية إدارة المخابرات وفرع استطلاع الدفاع الجوي. كان فرع استطلاع الدفاع الجوي كان القائد بتاعه العميد توفيق جمال الدين، مش عارف أنا مش متابع أخباره يعني، أرجو له كل الخير يعني، كان من عشاق المعلومات، فكان برضه حجم التحليلات اللي بيبعتها عن القتال الجوي الإسرائيلي أساليبه أساليب القتال كانت كتيرة جدا وكانت مفيدة جدا. وابتدينا نتهيئ ازاي احتمالات هجوم العدو الجوي الاسرائيلي على
القاعدة الجوية اللي بندافع عنها والأهداف المنطقة الصناعية في حلوان اللي هو الصواريخ اللي أنا كنت تابعه كان بيدافع عن القاهرة من ضمن تشكيل أكبر وفي نفس الوقت عن المنطقة الصناعية اللي هي في جنوب القاهرة منطقة حلوان وكان بيدافع عن دفاع مباشر عن قاعدة غرب القاهرة الجوية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.